مبرع عبد الحق من مدينة سيدي قاسم، مشجع وغيور على الفريق القاسمي. تنبغي نوجه واحد الرسالة بعد السيد فوجي القجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. الله يرحم لك الوالدين السي القجع، لما شوف من حال ذا التيران هذه، الله يرحم لك الوالدين. هذه رسالة من أبناء مدينة سيدي قاسم، هما كاملين هنايا. شوفنا حل الملعب الشهيد العقيد العلام، بغينا حل، لأن الفريق هذه مدة ديال السنين هو تيتكرفص بمعنى الكلمة، تيتكرفص بمعنى الكلمة، حيث أن لعب في مدينة الرباط في ملعب شهود لموسم كامل، ولعبنا في مدينة القصيري وعانينا. وراك عارف انت باش تلعب خارج الميدان تيكون استنزاف مالي، تيكون عند الفريق استنزاف مالي كبير بسبب الظروف ديال اغلاق الملعب. الفريق بدا تيتمسح، بدات القيمه ديالو المعروف عليها هبطات. تسد بعد اعمال شغب اللي كانت في مقابله المغرب الفاسي، كان مقابله اتحاد سيدي قاسم المغرب الفاسي، كانت عرفت شغب من طرف الجماهير ديال المغرب الفاسي، راه كلشي تعرف هذه القصه هذه وهذه الواقعه. من ذاك الوقت والملعب مغلوق، يعني لاسباب مجهوله، يعني شي تيقول المدرجات عتريب، شي تيقول الارضيه غير صالحه، شي تيقول يعني لا، هادشي اللي تنشوف راه ما كايناش هاد الواقعه في العالم. ملعب تيتسد سنين، راه ملعب عايتسد سنين، راه ما كايناش في العالم. راه الناس المسؤوله على هاد الكره هادي راه خصها تقلب على حل. ما يمكنش هاد الملعب هذا، معلمه تاريخيه اللي خرج هاد الملعب هذا، خرج لاعبين كبار ومدربين كبار، امثال العامر، امثال اللوماري، امثال بزاف ديال اللاعبين. المسؤولين اخويا الرساله ديالهم راه عارفين، هما المسؤولين دارين بجميع الظروف اللي كان فيها الملعب. احنا ما نعرفوش احسن من المسؤولين، المسؤولين راه تيعرفوا. المسؤولين يكون بغا يديروا شي بادره، يعني يكون كانت بادره، يعني بحالاش هذه البادره بان الملعب تاخذوا الفرقه بعد الاقل اقل اقل ايمان دير فيه التدريب ديالها، هذا اقل ايمان. يعني ما كاين لم حتى شي واحد ما تيحرك ساكنا من طرف الفرقه سامحين فيها. دابا الفرقه راه عند الناس، راه المجهودات ديال السيد المهدي العامري المدرب ديال الفريق، اللي هو الان اللي مسؤول، اللي مخلي الفريق ما يتشتتش، هو المساعد ديالو. اما ما كاينش اللي تيحرك، اللي تيباغي يعاون الفرقه ولا اللي باغي، راه الوضع وضع كارثي ديال الفريق القاسمي. وضع والسبب وهو الملعب، السبب هو الملعب، لان كنا عندنا ملعب ديالنا، كره حنا تنلعبوا في الارضيه ديالنا، وتنلعبوا وسط الجمهور ديالنا وسط المدينه ديالنا، يعني تا يكون واحد الدعم للفريق، الفريق غادي في الهاويه. حنا اليوم تنتواجدوا في مدينه سيدي قاسم، وراكم عارفين مدينه سيدي قاسم مدينه كبيره ديال الكره، وجاو منها لعابه كبار ومدربين كبار اللي كنناشدوا من هذه الفرقه هذه، اللي هي الفرقه كبيره وعريضه، اللي بغينا نقولوا ليها هما ينتابوا لهاد الفرقه. راه حنا في واحد المهزله، اللي اللعابه راه اش غنقول لك، خصنا حنا خصنا نكونوا القدام ونكونوا الفوق، والتيران حابس لينا. حنا كنعانيو، كنمشيو طلب القصيري، كنعانيو مع الفرقه. باقي كتلعب دابا؟ لا، ما بقيتش كنلعب انا. علاش؟ هو الظروف، انا منتخب 2005 سيليكسيونا، فهمتي، ولكن كتجينا الغيرة على هاد الفرقة هادي، فهمتي، كتجينا الغيرة. بحال قبيلة هبطنا لونترارمو، ماش غنقول لك، بانوا لنا الفرقة كبيرة. كنا حنايا في مدن كبار، كنا كندخلوا المدينة بحال الدار البيضاء، ولا كنا كندخلوا الأكادير، كيف لا المخزن لا 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 الإدارة ديالهم، لا المدينة كاملة كتعرف بأن واحد الفرقة سميتها سيدي قاسم راها كاينه في المدينه. كنا كندخلوا لكازا، كانوا الناس يعرفونا، ولكن باش هذاك الشيء كانت بالكرامه ديالنا، كانت بالحضور ديالنا وسط الميدان، كانت الهضره والكلمه، كانوا النتائج. والمهم من هذا المنبر هذا كان رساله للعزيز العامري والطوسي وبادو الزاكي، يشوفوا في هذه الفرقه هذه ويرجعوا يشوفوا، ويرجعونا للامجاد ديالنا، يرجعونا للعود تجري وسط التيران.